النهارده مؤتمر بتنظمه الاحزاب والقوى السياسيه المصريه لاعلان موقفها من الحرب الصهيونيه على غزه. مفيش بقى فتح وحماس هنا، في شعب فلسطين، في 1.5 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزه في اكثر مصر كثافه في العالم، ويتعرضون لظلم صارخ. وللاسف الحكومه المصريه تشارك في هذا الظلم عن طريق الحصار على طريق معبر رفح المغلق ليل نهار ولا يفتح الا استثناء. موقف واضح وصريح من اعلان تضامن. النهارده مؤتمر، بكره في القافله ان شاء الله، ورب يسمح لها الحقيقة هيكون في مجموعة قرارات ومجموعة مواقف مهمة جدا، مش بس لشعبنا المصري يعرفها، وللشعب الفلسطيني اللي تحت الحصار والقصف يدرك انه اخوانه في مصر داعمينه بكل الاشكال. نعتقد انه ده واجب على مصر وعلى الرئاسة المصرية ان تقوم بدور فاعل في وقف العدوان وفقف المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، الا انه الدور ده يجب ان يكتمل بفاعلية سياسية تضمن تحويل الصمود الاسطوري اللي عمله الشعب الفلسطيني ومقاومته الى انتصار سياسي، وده اللي لسه مش واجدينه في المبادره المصريه. عشان كده نجد ان المبادره اضعف من الدور المطلوب منها. طبعا مطلوب وقف العدوان والمجازر الاسرائيليه، ولكن مطلوب نجاح سياسي للمقاومه لصمود الشعب الفلسطيني تقدمه هذه المبادره. المسؤولون الان عن مائده المفاوضات وعن وقف اطلاق النار وعن مبادرات، عليهم ان يدركوا ان من حق الشعب الفلسطيني ان يطالب برفع الحصار. هذا حصار ظالم لابد ان ينتهي.